اتمنى الوصفه تعجبكم. كل سنه وانتم بسم الله طيبين الرحمن رحيم. هنبتدي مع بعض وصفه البانكيك الياباني. عندنا هنا 3 بيضات، 2 من الفانيليا، ممكن نستعمل 2 بس حسب المتاح يعني عندك، 2 بس كبار بيبقوا كويسين قوي، بس لازم يكونوا كبار. عندي هنا 80 جرام من السكر، وعندي حبيب عسل نحل، يعني 2 معالق من العسل او 1 معلقة حسب المتوفر معاكي، هي برضه مش هتأثر في حاجة معاكي، دي لون جميل بس كده. حاطين 2 معلقة كبار، ونبدأ هنجمد المكونات دي كده مع بعضها لحد اما السكر بتاعنا ده يدوب. حطي الدقيق 180 جرام من الدقيق طبعا والخل، اضيف 10 جرام من البيكنج باودر، هضيف 100 ملي من المايه المغليه، انا بس هضيفها على مراحل، ممكن احتاجها كلها وممكن ما احتاجهاش. هضيف شويه بشويه كده، زي ما انتوا شايفين كده وصلت المرحله دي، هي دي المرحله اللي انا عايزاها، وهبدا ان انا اغطيه بس 10 دقايق. وهنا بعد ما مر الوقت معايا ان انا اصب مثلا في اي حاجه عندي، هجيب اللي هو ده واحطه فيه. ده المنظر انتوا شايفينه كده، نحمر الصنف كده ونغطيه. احنا هنا طبعا حشيناها جزء، فناخد بقى الاتنين التانيين كده او اخر اتنين معانا نحشيهم معاكوا كده. انا هحشيهم، ممكن تحشيهم شوكولاتة نوتيلا، ممكن تحشيهم اي نوع من انواع المربى. وابدأ ان انا اضغط على الاطراف، طبعا ده شكل كمل بقى الباقي ده الاقمار بتاعتنا دي نحشيها بقى. عندنا كريمه